في راس السنة هنبدو العقود. بس أنا قلقان شوية من كين. كين جاي على أرضي والعقود حتطمد هناك في قريتنا. أظن كين يده مغلولة. بالعكس، إحنا اللي في المسؤولية. لو أي حد جرى له أي حاجة في الفندق بتاعنا إحنا اللي هنشلوها. عشان كده عاوزك تنفذ كل اللي هقولهولك بالحرف. بيني وبينك مفيش طرف تالت. قدامنا فترة على راس السنة، ها؟ تروح الفندق مرة واثنين وتلاتة، تغير بتوع الأمن وتجيب ناسنا. بس خلف أخويا ممكن يعملها حكاية. أنا أخو الصغير. عاوزك تجيب لي خلف الليلة دي. عاوز أشوفه وأنا في الاجتماع من غير ما تقول له حاجة.